تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في تغطية رياضية جديدة وخاصة من برنامج المستطيل الآسيوي الذي سيكون معكم طيلة أيام بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات. يستمر هذا البرنامج حتى المباراة الختامية للبطولة. اليوم نتواصل معكم مع ختام نتائج الدور الثاني، دور 16 في يومه الثالث. بالتأكيد سيكون لنا اليوم وقتا مخصصا ومفصلا للحديث عن مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب قطر الشقيق. سنذهب بالحديث أيضا عن أهم الحالات وأسلوب اللعب والجوانب الإيجابية والسلبية التي شهدتها مباراة منتخبنا، فضلا عن مواجهة البحرين وكوريا الجنوبية. كل هذا وذاك يأتيكم مع محلل المستطيل الآسيوي الكابتن القدير كريم صدام، نجم الكرة العراقية سابقا، لكن بعد الفاصل خليكم ويانا. أنتم مع المستطيل الآسيوي ولقاء هذا اليوم، لقاء منتخبنا العراقي مع المنتخب القطري الشقيق. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالكابتن كريم صدام محلل المستطيل الآسيوي، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ بلا، الله يبارك فيك. شلون وضعك اليوم؟ والله مع الأسف يعني مرينا بأزمة بسبب منتخبنا الوطني، إن شاء الله على الجايات تكون أفضل إن شاء الله. أزمة وشلعوا قلوبنا. مع الأسف نسوي لا حول ولا قوة، فقط المشاعر. طيب خلي أروح على الخبر وأعود لك حتى نكمل الحوار. مشاهدينا، ودع منتخبنا الوطني لكرة القدم كأس آسيا بخسارته أمام نظيره المنتخب القطري بهدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور 16 من البطولة، وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب بسام هشام الراوي في الدقيقة 62 بركلة حرة مباشرة سكنت في الزاوية اليمنى للحارس جلال حسن. جاء الشوط الأول بتحفظ عراقي، بالمقابل كانت البداية سيطرة قطرية، ثم ظهر المنتخب العراقي بصورة أفضل من بدايته ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى منافسه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين. ولم يختلف الأمر كثيرا في الشوط الثاني، حيث انحصر يعني اللعب لفترات طويلة في وسط الملعب، وذلك نتيجة إغلاق الطريق أمام مفاتيح اللعب بالمنتخبين باستثناء بعض الاجتهادات الفردية من اللاعبين، قبل أن يسجل المنتخب القطري هدفه الوحيد في اللقاء. بعدها حاول لاعبون الضغط على مرمى المنتخب القطري، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ليغادر منتخبنا الوطني البطولة. المستطيل الآسيوي دائما وأبدا معكم مشاهدينا الكرام. نعود إلى الكابتن كريم. البداية بصراحة سيطرة عنابية يعني مطلقة خصوصا على خط الوسط، وهذا جعل المنتخب القطري يشعرنا بأنه دائما يعمل خطورة على مرمى المنتخب العراقي طالما سيطر على وسط الملعب، وكان دائما ينقل الكرة في ملعبنا. لا أعلم هل بسبب التراجع المبالغ لمنتخبنا أم هنالك أمور فنية أخرى؟ مساء الخير لك أستاذ بلال، جمهورنا الكريم. فعلا مثل ما قلت حضرتك، الحقيقة شوف أكو العاطفة تلعب دور بهذا الموضوع، أكو المنطق يلعب دور بهذا الموضوع. تعرف الآن إحنا في العراق وحتى جمهورنا اللي كان بالإمارات كان داعم محفز للفريق العراقي، وحتى حضورنا اليوم كان متميز كجماهير. هذا انطى ثقة لفريقنا، انطى ثقة لكل الناس اللي يعملون مع المنتخب الوطني، وهذا المنطق. طيب
الفريق القطري ما نخص وضعه الحقيقه فريق منظم، فريق سانشيز صار له فتره طويله مع الفريق من فئات العمريه تدرج بيهم للمنتخبات الوطنيه، مؤسس الى فترات طويله، وهذا من يشتغل على فترات طويله اكيد راح ياسس شيء متميز، واليوم شفناه حقيقه. كاتانيتش رجل عمره يمكن 4 أشهر او 5 أشهر وما لعب يمكن 4 أو 5 مباريات تجريبيه وثلاث مباريات يعني رسميه بهذا الضغط الاعلامي والضغط البطوله، فكلها اليوم بين الحقيقه اثرت، بس مثل ما قلت حضرتك الحقيقه سيطروا بالربع الاول، يعني نعرف يعني كلاعبين واعلام اماراتي واعلام خليجي كان ينطي حق الفريق القطري، تاثر لاعبينه بفريق يعني بسمعه وجاهزيه الفريق القطري، لذلك شوف سيطر الفريق القطري في اول 10 دقائق ربع ساعه، والدليل انه كريم وصل يمكن الدقيقه الثانيه كره علينا بالعارضه، كره مرتده مفاجئه عبد الكريم حسن، بعد ذلك رجع فريقنا رجع لوضعه الطبيعي. الكره العراقيه تعرف متميزه باللعب الرجولي، المشتركات دائما كانت ان الفريق القطري تفاجئ، يعني شوف كل الناس المعنيه كل الناس المهتمين في الوضع القطري الاعلام انهم منطين الثقه للفريق القطري انه راح تفوز راح بكل اريحيه، الفريق العراقي فقط عنده الحماس ما عنده فن، تفاجئوا بوضع ولدنا ما شاء الله قدموا مستوى رائع على مدى الشوطين، قدر يسيطر اول 10 دقائق كان الفريق القطري بين بين، بعد ذلك صار تقريبا ما نقول سيطره مطلقه بس ان الاريحيه بالملعب، يعني لم اجد مبرر لعوده اللاعبين بشكل يعني صراحه مبالغ فيه، يعني بدايه متحفظه جدا، يعني ما تعرفوا هذا اسلوب، يعني احنا ما غيرنا اسلوبنا بقينا نلعب 4-5-1، يعني شوف عندك الاطراف علامها وعلي كانوا يشاركون بالاضافه الى احمد الكرات الثابته يصعد بالمنطقه ومنطقه دفاع بشار كان هو وهمام، مشكلتنا احنا حقيقه ما اخفيك سر يعني بينت عندنا اشكالات في الشوط الثاني التبديلات الاضطراريه، يعني شوف عندنا مثلا همام يعني همام عنده اصابه سابقه قبل البطوله اليوم بذل مجهود جدا رائع، شفته بالشوط الاول كان متميز يضغط يدافع، تعرف الاصابه احيانا ما تشفى 100% تبقى عندك فد 80-90%، فاليوم ظهرت عليه يعني ظهرت عليه لان عنده واجبات دفاعيه اكثر من اللازم، هو العنصر يعني عنصر اللياقه عد هو راس مال همام الجري والركض والضغط، يعني شوف هذه قال لك كنت تصحى 100% لان حتى هذا السوب يعني احيانا فوق الطاقه، فاكيد الاصابه تقول لك خلاص لان توقف لانه انت طاقتك توقفت، كذلك على حسن من اللاعبين المتميزين من دخل عمل فارق فاجأ الفريق بوضعه، بس الليفل المباراه مستواه جدا عالي، شوف بذل يعني ارتقى الى مستوى الفريق، وش قصه له يمكن ما لعب فتره طويله يمكن لعب 10 دقائق او احدى المباريات، بس صار فتره طويله ما لعب مع الفريق، شوف من لعب غير وضع الفريق اضاف اضافه طيبه بذل مجهود عالي عنده امكانات فنيه نفس الوضع انصاب بهذا الموضوع، كذلك علام هاوي من اللاعبين الجيدين، على بالشوط الاول كان متميز جدا واقلق الفريق القطري، شوف متى الميزه اللي عند علاء المتميز ما يعمل هجمته على الخط، دائما يدخل على الوسط يروح بالعمق، احيانا يلعب الوان تو او احيانا يلعب ينفذ، كان اكثر من مباراه حتى بثناء الدوري كان يفوت ويسجل اهداف من هذا الوضع. طيب هاي التبديلات الاضطراريه حقيقه منطق خيارات المدرب يكشف كل اوراقه، ربما عنده كثير من الخيارات ممكن يضيفها رغم اشراك محمد داوود اليوم حقيقه قدم مستوى طيب، محمد لو منطينا وقت اطول في مباريات اخرى كان لربما غير الوضع. كابتن المنتخب القطري يعتمد على اي طريقه خصوصا مباراه اليوم؟ هو شوف يلعب سهل الممتنع يعني شوف ما عنده شوت من بعيد ما عنده كرات طويله دائما يلعب القصير، هو هالاسلوب الكره الاسبانيه سانشيز يعني كنت تقول تيك تاك الكره البرشلونيه الكره الريالية دائما يلعبون باص قصير سريع ويعتمدون على الهجمات المرتدة، عندهم لاعبين عندهم لاعب سريع هدافهم، شوف عنده كرة تتذكر بالبداية الشوط يعني لو ما مغطي علاء لربما كان ينفرد مع الحارس، هاي أول واحدة مال هو جلال كنا نخاف نعطيها ضربة جزاء وطلع لها جلال بشكل صح، احنا مشكلتنا كانت عندنا أخطاء فردية بهالموضوع، والهدف إذا نرجع نقول الهدف هو تنظيم الدفاع كان خطأ، يعني شوف لو تشاهد الهدف الجدار بالضبط فوق الجدار، يعني لو ولدنا مستقيم وناطح الكره مالي براسه صارت منطقه فراغ راحت في منطقه يعني، وهذا اللاعب بسام من اللاعبين الرائعين حقيقه، لاعب جيد اثبت جدارته في هذا الموضوع وعنده هاي الصفه،
احنا ليش من من نتحذر من هذا الموضوع؟ المفروض احنا المفروض نشتغل على هذا الجانب، نشتغل على هذا الجانب صحيح؟ يعني البلوك ما يكون صح، الحارس يوقف صح، وكل المناطق ننفذ وتكون لها حلول، ولا ليش عندنا تدريب؟ يا خلي نشرك معنا الجمهور وبعدين نكمل الحوار كابتن. مشاهدينا، جماهير أسود الرافدين كانت تمني النفس بتكرار الذكريات الجميلة لمنتخبنا السابق عندما تربع على قمة القارة عام 2007، وكان لقاء هذا اليوم له الأثر الكبير في نفوس جماهيرنا التي كانت تتمنى وتطمح بالوصول بوصول منتخبنا منتخب أسود الرافدين إلى الأدوار المتقدمة، لكن يعني منتخبنا خسر اليوم أمام شقيقه المنتخب القطري بهدف وحيد. مجموعة من انطباعات المواطنين عن أسباب الخسارة نتابع. مباراة دائما مباراة الإقصائية، مباراة صعبة، توقع ظهرنا بمستوى طيب خاصة بالشوط الثاني وكنا قريبين للفوز. خاصة عندنا أخطاء بالدفاع كلش تتكرر، فأتمنى من يحسنون أو يغيرون من الخطة مالتهم. إن شاء الله عندنا أكو ملاحظات على حارس المرمى، دائما حارس المرمى مالتنا يعني ما أعرف دائما يعوف المرمى ويطلع، يعني دائما دا أشوفه بأنه شيء تعطوبة وإذا أحد أخذ من عنده يوقف المرمى مفتوح، وهذا غلط طبعا. يعني عندنا أخطاء تصير، بس يعني المباراة تصير بها خطأ وتصير صح. والله مرات الهجوم يعني عندنا الهجوم مو هو يعني، يعني عندنا دفاع، يعني عندنا هواي بالدفاع وناس تطلع بالهجوم، يعني ما منظم لعبنا زين. المنتخب العراقي الاخطاء مالته بال ما عنده صانع العاب، ودائما يكون مالته الهجوم ضعيف كلش. أنتم مع المستطيل الآسيوي، وطبعا الحديث عن منتخبنا وخسارة منتخبنا أمام المنتخب القطري الشقيق. نعود إلى الكابتن كريم. كابتن، لا أعلم لماذا الإصرار على أن يلعب حسين علي على الجوانب، يعني طبعا هذه الفكرة أنا باعتقادي هي فكرة طويلة الأمد، بحيث يعني مفروض علينا يجب أن ننتظر لربما 5 لعبات، لربما أكثر، لربما تيجي لعبة ينجح حسين علي بمحاولة بكروس ويجينا هدف حتى نقول بأن هذه الفكرة صحيحة. يعني إحنا منتظر من عندنا ننتظر فت 5 لعبات 6 لعبات حتى يكون فكرة أو فكرة مدرب ناجحة؟ لا، مو إحنا من أول مباراة أي فكرة أي تغيير لاعب، مباراة نعطيها أحيانا واحدة أو اثنين، بالثالثة نشوف الثمار، تجربة. إذا ما شفنا الثمار لماذا هذا الإصرار؟ هو شوف، يعني هو أنا بتقدير شخصي دور الأخوان المساعدين أو أنطي الأفلام أو أنطي فكرة وين إنتاج الحقيقي، يعني إنتاج الحقيقي منطقة الوسط، الكرات البينية بالمراوغة، ودور همام يكون على الجانب. يعني هو لو غير المكانين همام فعال أكثر في منطقة اليسار، رجل يسار ستاندر ممكن يشيل لك سنتر شوت، ممكن يأثر لك. حسين رجله مو الأساسية اليسار، رجله الأساسية اليمين، فمن تروح على الجانب يعني هو يشيل سنتر شوت باليسار، بس مو نفس اليمين اللي تتحكم بها في المناطق، تعرف أنت الرجل الأساسية غير رجل الأخرى، كل لاعب عنده رجل أساسية. أصبح مكشوف كابتن، يعني أحيانا من يجتاز لاعب وكف لاعب، خلينا نقول بالعامية، دائما على اليمين من يكون هو عليه، فبعض المدافعين عرفوا بأنه هو مدى يطلع للأمام يرجع على رجل اليمين. يعني هو هذا بشوف هاي منطقة التأخير، أحيانا إحنا نوبات كمدربين نوصل لاعب ايش ما تتقرب على منطقة الجزاء الخصم، حاول تحتفظ وراوغ، لأن أي طخ ضربة جزاء إذا عندك إمكانية ممكن تراوغ تروح تسجل هدف، لأن هاي المنطقة خطرة. بكل الأحوال كلاعب أنت تستلم هاي المنطقة على منطقة الدي، على منطقة القوس يم الخصم أو قبلها بأمتار، تمسك الكرة وتراوغ، لو تقدر شوت، لو تمرر، لو تحصل لك ضربة جزاء أو ضربة فاول إذا بره. هاي المنطقة خطرة، عندك لاعبين، عندك لاعبين ينفذون، بس على الجانب حتى لو تأخذ لك فاول مو نفس خطورة الوسط. فمثل ما قلت حضرتك، إحنا لو جايبين حسين خليه بهاي المنطقة ودايرين همام في منطقة اليسار، لربما كان عندنا جدوى أكثر بهذا الموضوع، ينطوك عطاء أكثر، ينطوك ثمار أكثر بهذا الموضوع. بس تعرف أنت كل مدرب عنده رأي وعنده فكرة وعنده استراتيجية. طيب اليوم خلي ننتقل إلى واحد قريب من حضرتك،
عبر الفونو سنتحدث معه بعدين انت حتعرفه. مشاهدينا بالحديث اكثر عن مستوى منتخبنا في مباراه اليوم امام المنتخب القطري ينضم معنا عبر الهاتف نجم منتخبنا الوطني السابق الكابتن نعيم صدام. اهلا بك كابتن نعيم. اهلا استاذ بلال، تحيه لك والكابتن ابو غيث ولا مشاهدي قناه الرافدين. طمني عنك شلونك مشتاقين لك. الله يحفظك يسلمك، مشتاقين لك ولابو غيث اكثر. الله يبارك الله يسلمك فيك. احنا اعذرنا واعتذر لي من الاسره، اخذنا الكابتن من عندكم بس احنا يعني محبه به. شرف لنا شرف. الله يبارك فيك كابتن. يعني برؤيه كامله عن مباراه اليوم امام قطر، من يتحمل نتيجة الخسارة والخروج من البطولة؟ أكيد أستاذ ديان، الكل يعرف أنه الخسارة تحملها الجميع. نعم جميع، لكن لو نرجع للأمور الفنية أكيد الجانب الفني اللي يتحمل الاتحاد مسألة التعاقد مع المدرب وعدم إمكانية الوقت اللي ممكن يتاح له. هسه يمكن هو عنده أفكار كبيرة وكثيرة، أكيد في هذا الظل الوقت اللي يتيح إليه مدة ثلاث أشهر ووحدات تدريبية ما بعد يمكن 25 وحدة تدريبية، أكيد ما راح يوصل كل الأفكار اللي ممكن يمتلكها. هسا إحنا المعنيين بالموضوع أكيد ما عندنا الفكرة عن أفكاره، بعيدين عنه، لكن أدوات اللاعبين أنا أعتقد ساعدته لأنه يكون فريقنا بهذا المستوى اللي ظهر به خلال المباراة الثلاث الأولى التمهيدية. شفنا الروحية موجودة لكن إمكانيات لاعبينا كبيرة جدا واختصرت إلى كثير من الوقت. يعني قدر منتخبنا يصرف هاي الصورة، أنا أعتقد لأنه لاعبين يمتلكون مهارات عالية وفكر عالي، لكن فكر التدريبي فكر المدرب ما أعتقد ظهر عندنا بهذه البطولة. ممكن لو أنا أقول لو أتيح إلى الوقت أكثر ما أتيح إلى الآن في هذه البطولة ممكن يكون فريقنا أفضل ما شاهدناه من خلال هذه البطولة. كابتن يعني هل المفروض ننتظر بالنسبة لمدربنا لربما الوقت قصير، أفكاره رؤيته ما كانت واضحة، أم أنت تجد لا يعني هاي إمكانات محدودة إذا كانت ثلاثة أشهر أو سنة وثلاثة أشهر هي؟ أنا أعتقد هذا الموضوع يجب أن تكون هناك اللجنة الفنية هي اللي يجيب على هذا السؤال، إنه على أي أساس هو تم التعاقد مع كاكانيج. الكل أول مرة استفسرنا خير إنه إريكسون انه ممكن راح يقود المنتخب. اكيد إريكسون مدرب معروف على مستوى عالمي يمتلك امكانيات فيه قوي، من فاجئنا انه كاتانيج. بعض الشكوك راودت الوسط الاعلام وكثير من الناس الرياضيين انتقدوا هذا التعاقد، لكن المسؤوليه اللجنه الفنيه هي اللي ممكن تختار المدرب اللي وصلنا لاهدافنا واهداف طموحاتنا طموح الشعب العراقي. اكيد انا اعتقد هو كان واضح جدا حتى في المؤتمر الاول له قال انه انا جاي هاي اعداد الى نهائيات كاس العالم، انا لا املك العصر التحريري، واعتقد كان كلامه منطقي. لما تحدثنا بهذا الحديث امام الاخوان بالاتحاد قالوا لا هذا مو صحيح، انه احنا لازم ندخل بقوه لازم نفوز. لهذا الكلام تراجع في كثير من التصريحات. فاكيد احنا بالوقت عندنا اللاعبين عندنا المواهب، لكن نحتاج وقت، نحتاج مدرب على مستوى عالي جدا واضح الامكانيات لدى المتابعين الرياضيين مو فقط اللجنه الفنيه. ممكن مثل يقول نجيبه مثل الرقيه لو تطلع حمراء لو تطلع بيضاء. نعم مو هذا ما معقول هذا العمل اللي ممكن يصير. طيب كابتن يعني بالتاكيد انت كنت نجما كبيرا ولاعبا مميزا في منطقه الوسط، واحنا نشهد لك طبعا لان رافقنا هذه الفتره الذهبيه. هل تعتقد ان لاعبينا في هذه المنطقه منطقه الوسط فعالين بدرجه عاليه؟ لاننا بصراحه شاهدنا فجوات كبيره، قله ترابط بين صفوف منتخبنا. يعني هو بالعموم الفريق كله يعني ما ظهر فنيا منظم، يعني شفنا حالات اللعب، حالات اللعب الطويل الاعتماد على فقط ميمي، يعني حالات صانع اللعب كان يمكن بس بشار ممكن يكون حلقة ربط بين الجانب الدفاعي للهجوم، وممكن هو كان محطة بالانتقال. شفنا أغلب اللاعبين خصوصا اللاعبين الوسط يميلون للحالة الدفاعية. احنا تمنينا اليوم مباراتنا مع قطر الكل بدور ال 16 اكيد خروج الغالب، يعني ما تقبل قسم على اثنين، تمنينا انه التشكيله اللي ينزل بها تكون طابعها هجومي مو مثل المباراه اللي
خضناها مع الفريق الإيراني. أنا أعتقد كان المفروض أنه مع منتخب إيران ممكن كان نلعب بسلاح المهاجم، حتى ممكن نبتعد دور 16 عن الفريق القطري. الفريق القطري فريق منظم، فريق عادي لفترة طويلة، بين سنوات أو 9 سنوات، نفس المدرب وأغلب اللاعبين معاه. كل هذه الأمور تنطي الأفضلية. كان ممكن أنه هذا تفكيرنا يكون بدور التمهيدي على أنه نصدر المجموعة حتى ممكن نلاقي فريق أضعف المستوى الثالث. أعتقد هذا التفكير ما كان حاضر. كان يفكر المدرب أنه يلعب مع إيران على التعادل حتى ما يتحسب عليه خسارة أو وممكن يعاتب عليه. طيب كابتن، سأترك المهمة بسؤال فني أيضا للكابتن أبو غيث، لربما لديه استفسار. أبو محمد السلام عليكم، شلونك؟ عليكم السلام غيث، كابتن. احنا يمكن اتفقنا قبل فتره حكينا بموضوع انه كنا نتمنى انه يكون مشرف ليس مدربا على الفريق الاولمبي والوطني حتى تكون له فرصه، وكنا نتمنى الكابتن باسم قاسم هو يستمر بالمهمه. فشنو رايك بهاي الفكره يعني؟ كنا اعتقد كابتن ابو غيث هاي النقطه مهمه جدا، وانا باحدى اللقاءات مع الاخوان بالاتحاد بالتلفزيون خصوصا مع استاذ حسين الخرساني قال انه راح يكون هيد كوتش هو مشرف على المنتخبات الوطني، اول اجتماع للاتحاد انه هاي الفكره راح تكون هيد كوتش يشرف على المنتخبات الوطنيه، منتخب الاولمبي ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين بالاضافه للمنتخب الوطني. كانت هاي الفكره الاولى واول قرار اتخذ من قبل الاتحاد، وكنا اشدنا به وقلنا هذه من افضل الخطوات اللي ممكن تتخذ بها خدمه لكره القدم العراقيه. لكن انا نفس الوقت قلت لهم اعتقد ان هذا الموضوع ما راح صعب تنفذوه كاتحاد، وانا اعتقد لابد ان نرجع لهذه الخطوه لانه كل العالم الدول المتطوره تعمل بهذا النظام. كابتن نعيم اشكرك الشكر الجزيل لك مني خالص الاحترام والتقدير، شكرا لوجودك معي. شكرا لك استاذ. شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان معنا نجم من نجوم الكرة العراقية ونجم منتخبنا نعيم صدام عبر الهاتف من العاصمة الحبيبة بغداد. المزيد مع المستطيل الآسيوي ولكن بعد الفاصل، خليكم ويانا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، واهلا بك كابتن مره اخرى. نعود الى شنو رايك بحديث الكابتن نعيم؟ والله هو شوف تقريبا شارع الرياضه كله راح يتحدث بهذا المنطق بهذا الموضوع بهذا الاتجاه يعني. اي بالضبط، لانه يعني شوف احنا ليس من التخطيط في كره القدم الا مسافات. احنا مخططين كاتانيتش يعني، رغم انه يعني الرجل عنده شخصيه فرض بعض الافكار، بس الزمن هو اللي ينطيك فسحه من التطبيقات، فسحه من النوت، توصل افكارك بشكل افضل. فكنا يكون مشرف يعني الان هاي الصدمه لربما ما يتحملها، وقال انا مستعد مثل ما قال طرق الكابتن نعيم، قال انا ما احمل عصا سحريه. وهذا رجل باول مؤتمر صحفي قال انا ما عندي عصا سحريه واجيب كاس اسيا بالنسبه لكم، ان انا ابني لكم فريق للمستقبل. وفعلا الان ولدنا ما شاء الله عليهم لاعبين جيدين، لاعبين معدل اعمارهم بالعشرين يعني، مع ذلك بعض اللاعبين اللي ما استدعوا لهم فرصه اخرى ممكن يكملون مع اخوانهم. اتمنى من اخواننا بالاتحاد انه ضمن منتخبنا الاولمبي يكون اشراف على الفريق الاولمبي، يعني مو مدرب بقدر انه يكون قريب على شهد، يتناقش وياه، يعطي نوع من التوجيهات، يعطي نوع من الافكار اللي ممكن تخدم الكره العراقيه. بالمحصله الاولمبي هو اللي يضخ للوطن، فاتمنى يكون قريب بحيث حتى يسافر مع المنتخب مع معسكراتهم مع لعباتهم، يعني كأنما مشرف على الفريق، يعني كأنما ماخذ دور الإشراف والتوجيه والإرشاد بهذا الموضوع حتى يكون له رأي في الدوري. يعني نظام الدوري، شوف اليوم احنا الإصابات اللي عندنا مثلا علي حصني مثلا حتى على لين بالدوري، دورينا المحلي، الدوري المحلي بدأ يرتقي إلى مستويات بحيث
يجيك اللاعب جاهز ممكن يشاركك في بطوله. احنا انضغطنا في ثلاث مباريات هاي الفتره، الست ايام ما كان جاهزه بحيث ممكن يرجع الفريق ويعوض ويقدر يكون له دور بهذا الموضوع. فاذا الدور هو المعيار باستقطاب اللاعب مدى جاهزيته، لان تعرف كم وحده تدريبيه هو ساعدهم في معسكر، ما ممكن ترتقي بمستوى العالي وممكن تشارك بها كذا بطوله قصيره سريعه. طيب يعني قبل الانتقال الى فونو، مهم انت اليوم لاحظت يعني هنالك اصابات، نعم، لا اعلم ما هو الخلل في التحضير في الاعداد البدني، لان اصابه تلو اصابه وهذا يعني مشكله. مشاهدينا هنالك العديد من علامات الاستفهام على مستوى يعني اللياقه البدنيه لمنتخبنا الوطني، اضافه يعني الى مشكله كبيره اليوم الى الاصابات المتكرره التي حدثت مع دقائق المباراه. نتحدث عن هذا المفصل مع مدرب اللياقه البدنيه السابق لنادي الزوراء الكابتن رائد سلمان. اهلا بك كابتن في المستطيل الاسيوي. طيب الاتصال انقطع، سنعاود الاتصال بالمدرب مدرب اللياقه البدنيه. كابتن حاله غريبه يعني، صح. اصابه تلو اصابه، ينزل حسني يخرج نفس اللاعب البديل، يعني مشكله كبيره. اولا على حساب التبديلات الفنيه، وبالتالي ايضا خسرنا بعض اللاعبين يعني كمستوى فعال في هذه المباراه، واحنا فقدنا لاعبين مهمين ومؤثرين، يعني هم من اللاعبين مؤثرين جدا، بحيث بقاء بالساحه اكيد راح يصير اضافه طيبه للفريق. كذلك حصني من لاعب كان اضافه طيبه، كنا نتفاجئ انه اللاعبين يصابون، فاكيد اصابات طيب. هذه اثرت بشكل او باخر على الفريق. كابتن يعني اسمح لي خلي اروح على ينضم معنا ايضا مره اخرى الكابتن رائد سلمان. كابتن ممكن نرحب بك اولا. شكرا استاذ بلال. شلون صحتك كابتن رائد؟ ان شاء الله مرتاح. حبيبي تحياتي لك استاذ بلال، تحياتي لكابتن قدير شريف قدام ابو غيث. الله يبارك فيك، شكرا. الله يبارك فيك، الله يحفظك. اهلا وسهلا بك. كابتن يعني ممكن حسب اختصاصك يعني توضيح هبوط مستوى اللياقه البدنيه لمعظم لاعبي منتخبنا، طبعا مع بعض التفاوت بين اللاعبين، خصوصا يعني اليوم انت لاحظت هنالك يعني مشاكل كبيره بخصوص الجانب اللياقي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه هارد لك الفريق العراقي، مبروك للاشقاء القطريين التاهل على حساب فريقنا. حقيقه بخصوص فريقنا واللياقه البدنيه اللي يملكها اللاعبين، ما حصل بالمباراه من سيناريو الامانه، انه الكابتن سردار محمد لا يتحمل ما حصل، وانما المنظومه هي اللي تتحمل، واقصد بالمنظومه هي الملاك التدريبي ككل في المنتخب، من مدربين فنيين ومدرب لياقه وكادر طبي. الحقيقه اعتبر ان الخلل المرسلي في المباراه هي اصابه علي حسني اللي دخل بدل لهمام طارق، اللي كان هو احتياط لثلاث مباريات اللي جرت مع اليمن وفيتنام وايران. حقيقه هو علاء مهاوي تبديل الاخر لعلاء مهاوي، هو حقيقه اصلا علاء مهاوي كان بديل في ناديه هو نادي الشرطه. الحقيقه التحضير الذهني مهم جدا بالنسبه للفريق، باعتبار انه المنتخب العراقي اخذ ست ايام قبل مباراته مع قطر، اللي قدم بها مع منتخب ايران افضل العروض الفنيه والبدنيه حقيقه، اقول لك يا استاذ بلال. وهذا كان واضح للعالم كله. ليس دفاعا عن مدرب اللياقه سردار، قد يكون هناك خلل في عمليه تبديل اللاعبين، وهذا مو من اختصاص حقيقه، اختصاص المدربين الفنيين. قد يكون هناك خلل في عمليه اشفاء اللاعبين، مواجهه فريق منظم اكثر من فريق العراقي، التحضير ما قبل البطوله. حقيقه الفريق القطري كان يحضر لهذه البطوله قبل 7 سنين، يعني اللاعبين متجمعين قبل 7 سنين، اللي هم من اشبال الى ناشئين الى شباب، وهذا مهم جدا. اعتقد انه هناك خلل كان عفوا، نحن هنا اليوم خصوصا يعني بوجودي، بوجود الكابتن كريم صدام وبوجودك،
لا نرمي اللوم على أحد إطلاقا، يعني الكابتن سردار لا علاقة له، ولكن نحن والجمهور بحاجة لمعرفة الأسباب. يعني اليوم احنا من أجل إيصال السبب للمتلقي المنتظر من عندنا يعني معرفة الحقيقة ليس إلا. أعتقد أن هناك خلل واضح في عملية التنظيم ما قبل البطولة أستاذ بلال. نعم هل هناك تحضير جيد بالنسبة ما قبل البطولة مع أي الفرق لعبنا؟ وهذا مهم جدا بالنسبة يعني أنت المنتخب الإيراني كم مباراة لعب قبل هذه البطولة؟ المنتخب القطري كم مباراة لعب في هذه البطولة؟ زين نوعية اللاعبين في أي دوريات يلعب؟ زين مدى قدرة وقابلية اللاعبين في مثل هكذا مباريات؟ هذه كلها أسباب تؤثر على اللياقة البدنية بالنسبة للاعبين. أعتقد إنه علينا إنه نراجع حساباتنا مرة أخرى في هكذا بطولات. طيب كابتن لو سمحت من فضلك، هل الدوري، هل اللاعب في الدوري الذي أو في النادي الذي يلعب به هل هو من ضمن الأسباب الحقيقية؟ طبعا الدوري مهم جدا استاذ بلال، ويعرف القاضي الكريم صدام الدوريات الأخرى أفضل من الدوريات لها. يعني لو تقارن الدوري الإيراني بالدوري العراقي، الدوري العراقي ضعيف بالنسبة للدوري الإيراني. الدوري السعودي من أفضل ثاني دوريات آسيا، هذه كلها مؤثرة بالنسبة لنا. حتى عامل اللياقة البدنية بالنسبة للأندية، هناك أندية كثيرة ما يحتاجون مدربي اللياقة، يعتمدون على المدرب الأول والمساعدين. أحسنت كابتن، هو أنا أريد أوصل هاي النقطة المهمة، يعني أنت سبقتني. أنا بسؤالي قلت لك للأندية أريد أوصل، هل الأندية تحترم هذا الموضوع؟ اليوم يجب أن يكون هنالك مدربا مختصا في اللياقة البدنية، لو على مود الفلوس والموارد ومريض نطي المدرب خلي نجيب لنا مدرب. قبل موسم في نادي الزوراء، نعم، أحد اللاعبين ركض 10 كيلوات و700 أعتقد هو قريب على يعني 10 كيلوات في أحد المباريات في مباراة الزوراء مع زاخو اللي النادي الزوراء فاز بها 4-1 اللي هو نديم الصباغ اللي كان مدافع يسار. نعم. ركض 10 كيلوات و700 في وقتها، اعتقد انه يضاهي اللاعب الاوروبي في هذه النسبه. لكن عدم احترام الانديه لمدربين اللياقه هو احد الاسباب اللي ادت الى هكذا وضع في المنتخب. كابتن رائد اشكرك واريد منك عفوا كابتن. كابتن يبدو أن كابتن كريم صدام لديه سؤال أو استفسار معك. كابتن مساء الخير، شلونك كابتن؟ حبيبي الله يبارك فيك كابتن. بتقدير الشخصي بعض اللاعبين كانت عندهم إصابات سابقة، هل تتوقع أنه الإصابة كان لها دور وجددت عليهم بأثناء البطولة لأنهم ما كانوا جاهزين بدنيا بمستوى البطولات مثل ما قلت حضرتك أفضل مستوى الدوري، لذلك الإصابة كان لها دور إصابة سابقة؟ نعم أكيد. يعني هسه أنت لو تلاحظ علي حسني السابق، هو إجا من المعسكر من قطر إلى الإمارات هو مصاب في العضلة الخلفية. زين، وشكرا وأشرت في مباراة مهمة مثل مباراة قطر اللي هي مفصلية، هذه يعني من يتحملها غير كادر كلي يتحملوها. يعني كيف أنا لاعب مصاب واجي في مباراه مفصليه واشركه او لاعب يعني علام هاوي؟ هو اصلا علام هاوي كان احتياط في نادي الشرطه. صحيح. نعم صحيح، هو لاعب اساسي. كابتن راد اشكرك شكر الجزيل على وجودك معنا في المستطيل الاسيوي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك وشكرا للكابتن الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. كان معنا الكابتن رائد سلمان مدرب اللياقه البدنيه لنادي الزوراء سابقا من العاصمة الحبيبة بغداد. نعود إليك كابتن، يعني جانب مهم تكلم فيه خصوصا هنالك سلسلة بين الأندية والمنتخب. احنا دائما ننظر إلى المنتخب وجود جهاز فني متكامل، لكن للأسف اليوم نعاني بعض الأندية العراقية
أهملت جانب مهم بأن وجود مدرب لياقة بدنية، وبالتالي هذا المدرب المختص يهيئ اللاعب بالنادي لكي يصل إلى المنتخب بجاهزية كاملة، وبالتالي يعني نبتعد عن المشاكل الإصابات إلى آخره. وكابتن تحدثنا بحلقة سابقة قلت لك هي يعني كرة القدم تخرج لك رياضة جيدة لما تكون عندك مهارات فردية جيدة ويكون عندك تكتيك فكري جماعي، هذول ما تنجح اثنين ولا ما يكون عندك لياقة بدنية عالية. يعني مثل ما أعطاك المثال أنه الصباغ يعني 10 كيلو يعني راكض بالمباراة، هذا شيء معدل عالي. شوف بعض اللاعبين ما يركضوا لك يمكن 3 كيلوات فعلا. 90 دقيقة ما يركض لك كلهم 20 متر الأمام 20 متر الخلف وهكذا، هذا ما ينطيك لاعب جاهز واصل إلى مرحلة جوزيش. إيش قد يدرب المنتخب؟ يمكن أسكتنيتش يعني إذا تحسب على البطولة ومع بعض يعني قبل القطر يمكن 5-6 وحدات تدريبية، فكيف يوصل الفكر؟ كيف موضوع اللياقة؟ وجاء المعسكر هذا يجب أن تكون موازن، ممكن ترتفع بيهم معدلات عالية حتى ينصابون عندك. لذلك شو حافظ يعني سردار كان ناجح موفق بموضوعه، بس أتوقع بعض اللاعبين عندهم إصابات سابقة، ومستوى المباراة اللي لعبناها مثل ما قال بها الكابتن ما كانت ترتقي إلى مستوى البطولة، بحيث أني نوبات أحيانا أفضل بالإعداد أخسر أفضل ما أفوز، لأنه الخسارة بين كثير من الأخطاء تقع بها، الفوز لا يغطي الأخطاء اللي بحيث تدخل للبطولة وتدخل للمعترك وانت ما متحصن من هاي الأخطاء، وهذا اللي وقعنا به. يعني بعض الأمور ما ارتفع مستوى البطولة، شوف اللي واجهنا هاي المشاكل، هاي مشاكل مو فنية 100% بقدر ما هي إدارية، لياقة، إعداد نفسي، إعداد بني، تركيز، هذه كل الأمور يجب أن تصب، ومن ثم يبقى العامل الفني بالنسبة للمدرب. كابتن يعني أنا شخصيا اليوم كنت أتمنى وجود عنصر خبرة، وجود قائد مثل هكذا مباراة مصيرية، وجود لاعب يستطيع أن يعني كنترول على اللاعبين بشكل عام، وبالتالي يحسب لنا بعض المواقف اللي محتاجة إلى الخبرة خصوصا في خط الهجوم. يعني اليوم شاهدت يعني مهند فعلا لاعب متكامل لديه المواصفات لمهاجم المستقبل، لكن بعض المباريات محتاجة إلى عنصر الخبرة. وشوف أسلوب مهند، يعني أنا إذا أنا كمدرب ألعب ضده أقدر أحد من خطورته دائما، مثل ما عملت إيران، لعب يا واحد مانتومار، لعب واحد قشاش، لأن يعتمد على الكرات السريعة بالعمق، فإنوبات أحيانا أكو حلول لهذا الموضوع، يعتمد على الكرات الجانبية. إحنا اتفقنا قبل قليل إنه الكرات الجانبية كانت عندنا ضعيفة، ما بيها فعالية، يعني ما تمهد لكرات، بحيث إحنا اليوم ما جت فرص ضاعة عندنا، بحيث نقول إحنا فريقنا فقد 4-5 فرص كان ممكن نسجل، كان ممكن كان هو معزول معتمد على الكرات المرتدة، ما عندنا كثافة عددية بالمنطقة، بحيث أنت كنت تتأمل يجي هدف، رغم الفريقين كانوا مسيطرين على الوسط، ولدنا سيطروا على الوسط بشكل مطلق، بس كانت كرات بالعمق كانت فيها مشكلة بالالتحامات بالكرات المشتركة. شوف دائما الكرة تكون للاعب العراقي، بس اللي الخطوة الأخرى المهمة مدى تنفذ بهذا الموضوع. طب يعني باعتقادك اليوم كنا بحاجة إلى مهاجم آخر؟ هو لو يعني لاعب 4-4-2 يعني خصوصا بعد تسجيل هدف، يعني محمد داود كان رائع جدا، ممكن إضافة، ممكن علاء عباس يضاف في هذا الموضوع، بس هو قلت لك يتحدد بالتبديلات الإجبارية. أنا متأكد لو كانت عنده فرصة علاء عباس من اللاعبين المهمين اللي ينزلهم، كذلك محمد داود إضافة طيبة، بس تدري الإصابات هاي مثلا علاء حصني علي حصني أو علاء أمهاوي يضطر يلعب مدافع ما يلعب مهاجم، بينما كنا في حاجة. أنا متأكد لو علاء ما يعني ما عنده تبديل اضطراري لربما لعب علاء عباس بمنطقة الهجوم. طيب سنتحدث أيضا عن المنتخب ولقاء اليوم بين كوريا الجنوبية والبحرين، ولكن دعونا أولا نتوقف مع فاصل ثم نكمل الحوار بعد ذلك، خليكم ويانا.
أنتم مع المستطيل الآسيوي. دعونا ننتقل إلى خبر آخر ومباراة أخرى ضمن لقاءات هذا اليوم، وفيها تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 2-2 ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس آسيا المقامة حاليا بالإمارات. سجل لمنتخب كوريا الجنوبية هي تشان في الدقيقة 44، وكانت سيطرة كوريا الجنوبية واضحة على معظم دقائق الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بهدف للكوريين. وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب البحريني بصورة أفضل ونجح في فرض هيمنته على مجريات اللعب ليسجل عن طريق لاعبه محمد الرميحي في الدقيقة 77، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. بعدها نجح منتخب كوريا الجنوبية من إحراز هدف الفوز قبل أن يلفظ الشوط الإضافي الأول أنفاسه الأخيرة، لتنتهي المباراة بتأهل كوريا الجنوبية إلى الدور اللاحق بالتأكيد، فيما انضم منتخب البحرين إلى قافلة المغادرين من البطولة الآسيوية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الآخر في لقاء هذا اليوم، وأهلا بك كابتن مع الجزء من مباراة هذا اليوم. نعم. للأسف المنتخب البحريني الشقيق غادر أيضا أمام المنتخب الكوري، لكن أنا شاهدت البحرين اليوم دخل اللقاء بتركيز يعني عالي في بداية، لم يسمح للمنتخب الكوري باللعب بحرية ولا حتى يعني فتح له المساحات لكي يلعب بحرية مطلقة. الحقيقة مثل ما قلت يوم تفاجأ بمستوى الإخوان البحارنة، كان مستواهم رائع جدا، أبهروا المشاهد بحيث إحنا كنا نتوقع أنه لربما تكون نتيجة ثقيلة على الفريق البحريني. شفنا الفريق الكوري مدجج باللاعبين، الحقيقة عنده 7 لاعبين يلعبون الدورات الأوروبية، يعني عنده سون من اللاعبين الراعين بالدوري الانجليزي نادي توتنهام، كذلك عندك بالدوريات الالمانيه والدوري الفرنسي، ناس لاعبين متميزين. فكنا نتوقع انه النتيجه ثقيله على الفريق البحريني، قدم مستوى رائع، ضغط على فريق الكوري، احرج حقيقه، بس قدر الفريق البحريني الفريق الكوري سجل بالدقيقه 43. هذا ما منع الفريق البحريني بشوط ثاني انه يعيد على وضعه الطبيعي، وقدر يسجل بالدقيقه 77. محمد الرميح من اللاعبين الجيدين اللي قدر حقيقه يقلق الفريق البحريني الفريق الكوري، والهدفين تقريبا مشابه من كرات دربته من منطقه الوسط. الفريق الكوري سجل بالدقيقه 43 من كره مشتركه وخرجت له قدر ينفذها، كذلك الفريق البحريني قدر نفس الطريقه يسجل هالهدف. لكن كابتن يعني نحن بالتأكيد نتعاطف مع المنتخب البحريني، لكن عندما نتكلم بالفوارق الفنية صح، يعني المنطق هنا يعني يفرض حاله بحيث يعني تعرف اللاعب سون يعني في توتنهام الإنجليزي، اللاعبين الآخرين في دوريات أوروبية وعالمية، وبالتالي يعني كانت حالة واضحة بالفكر بالأداء بالثقافة بالمستوى، يعني كانت الصورة واضحة. شوف احنا يعني كنا نتكلم بالحلقة السابقة عن موضوع الغيرة والحماس بس يبقى الفريق الكوري الفريق منظم، فريق ينقل كرة شو وقت ما يريد يروح شو وقت ما يريد يوصل بس المشكلة بهم يعني ينظمون منطقة دفاعهم ثم يعتمدون على الكرات المرتدة. الكرات المرتدة يرد لك حماس وقوة، يعني هذا الحماس وقوة الإخوان باللاعبين البحرين جاروهم في هذا الموضوع وقدروا أي كرة مشتركة تقريبا هم يستحصلون على الكرة. هذا أنت رسالة فريق الكرة، الفريق البحرين ليس بالفريق الهين، وتعرف حضرتك نوبات الإعداد النفسي يلعب دور بهذا الموضوع، لربما إعداد الفريق الكوري النفسي مو مستوى إعدادهم الفني، لذلك تفاجأوا بمستوى الإخوان البحارنة قدروا يضغطوهم، قدروا كل كرة مشتركة للفريق البحريني، وقلت لك ومن ثم الهدف التعادل عزز الموضوع أنه اللاعبين ثقة في نفسهم. فعلا أنا في الشوط الثاني يعني أقول برافو للمنتخب البحريني العودة، مو بس العودة، استغل
عدم التركيز للكوريين أو حالة الاطمئنان، يعني لربما هنالك فكرة بأن يخرج بأقل جهد المنتخب الكوري. فبرافو على المنتخب البحريني من استغل هاي الحالة وعاد وضغط ونقل الكرة واستطاع أن يدرك التعادل. حتى عامل اللياقة البدنية لعب دور سلبي مع الإخوان البحرين، ما كانوا يتوقعون مثلا بذلوا جهد عالي، إذا شوف صارت عندهم بعض الإصابات، جهد عالي أثر. تعرف الفريق الكوري يملك لاعبين مثل ما قلت لك أغلب اللاعبين الدوريات الأوروبية، فعندهم معدل مستوى لياقة جدا مرتفع. شوف ما صارت عندهم إصابة وقدروا يكملون المباراة. طيب بقت لي دقائق، احنا يعني كملنا الحديث عن المنتخب البحريني وكوريا الجنوبية، أرجع لك على المنتخب بسؤالي الأخير. أين كانت الحلقة المفقودة بالنسبة للمنتخب العراقي في لقاء اليوم؟ والله شوف هذا موضوع كبير، إنه لازم نرجع للتنظيم ونرجع على موضوع المدة التدريبية للمدرب. لربما المدرب ما قدر يوصل كل أفكاره اللي كان يطمح إليه بحيث يترجمون أفكاره، فمشكلة إدارية، لأنه إذا سأل الرجل يقول لك أنا لحد الآن ما ماخذ فرصة الفسحة الكاملة بحيث أوصل أفكار. الموضوع مضغوط، المباراة ترتفع فنيا، يعني بوارثة مع إيران كانت مرتفعة، كذلك مع الفريق القطري. الفريق القطري مثل ما اتفقنا عمر الزمن كبير مع المدرب، يملك استراتيجية عمل، إلا ثقة في حالة. فريقنا في طور التجديد، يعني أول بطولة يشترك بها مهند وكثير من اللاعبين لأول مرة يشتركون، فأكيد هكل العوامل أثرت على الفريق العراقي. نعم طيب كابتن، اعتبر هذا الكلمة الأخيرة لحضرتك. أشكر وجودك معي. شكرا أستاذ، كنت اليوم مبدعا كالعادة. الله يحفظك. لكن نتمنى يعني التعويض لمنتخبنا، وأيضا لابد أن نبارك للمنتخب القطري الشقيق، يعني منتخب عربي لمواصلة المشوار، نتمنى أن يوصل بقى فريق إمارات وقطر. هي لازم هسه قلوبنا تنتقل من القلب الأم العراق إلى الأخوان العرب، وهذا طبعا شيء موجود يعني عندنا في ضمائرنا في حياتنا الطبيعية. شكرا جزيلا لوجودك. الله يبارك. مشاهدينا بالتأكيد نتمنى لسود الرافدين التعويض في القادم البطولات. تقبلوا تحيات أسرة المستطيل الأسوي، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.